يا صباح الخيرات، عن جديد وصلنا للفقرة اللي بينتظرها الكتار من متابعي برنامج صباح الخير. مدام نجلاء أباني صارت معنا بالاستوديو وصار الوقت لحتى تحكي لنا عن أبراجنا وحظوظنا وحركة الكواكب لليوم. يسعد صباحك مدام. صباحك خيرات يا صباحك يا نجلاء. صباح الخيرات يا نور. صباح الخيرات للجميع، تضلوا دائما بخير، دائما أيامكم سعيدة، مرتاحين، مبسوطين، يجعل أيام لليسر ويبعد عنكم العسر يا رب العالمين. اليوم 14/12 يعني 14 ديسمبر كانون الأول، تمنياتي لكم بالسعادة. طبعا مكمل عطارد تراجع في برج الجدي، من امبارح باشر تراجع في برج الجدي ومكمل تقريبا 10-15 يوم رح يضلوا عم يتراجع في برج الجدي. خلونا ننتبه على موبايلاتنا، على أجهزتنا الإلكترونية، على أجهزتنا الكهربائية، ننتبه من عصبية، ننتبه من تصرف عفوي، لأنه هو كوكب السفر والأوراق والمستندات، كوكب له علاقة بالكهرباء والإنترنت. هلأ كونه كوكب للكلمة المنطوقة والذكاء، فممكن تكون بقى بالتراجع تصرفاتنا شوي متسرعة، تصرفاتنا عصبية، يضيق خلقنا نحكي لنا شي كلمة مو بمكانها، يعني خلونا ننتبه من هذا الجانب. طبعا ما زال المريخ متقدما في برج القوس، لسه في 20 يوم لأنه 4/1 لسه يطلع على برج الجدي، لساته هلأ في برج القوس. هو كوكب الطاقة والحماس ومنسميه كوكب الحديد والنار، لذلك لما بيكون بموقع ما نو كتير مناسب لازم ننتبه بقى على قصص الطاقة اللي بتنسحب مننا، كأنه مالي خلق، كأنه حابب نام، كأنه ماني مرتاح كتير مع الآخرين. المريخ يتقدم في القوس يعني عامل بعض الإرباكات لمولود العذراء، لمولود الجوزاء ومولود برج الحوت، هالمواليد لازم شوي ينتبهوا على أمورهم. إضافة إلى وجود الزهرة في برج العقرب، الزهرة هو كوكب الشخصنة، كوكب الأمور الشخصية، شريكك العاطفي، علاقاتك الشخصية يتقدم في برج العقرب. برج الثور، برج الأسد شوي انتبهوا على علاقاتكم الشخصية بهي الفترات. أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل اللي بعد 4-5 أيام صلك مرتاح، اليوم بقى شوي معصب، مرهق أو غضبان من شي قصة، ما بعرف. أنا بقول اليوم عنيد وعفوي شوي برج الحمل، وما تستسلم للغضب، لجوءك للعنف لن يفيدك اليوم، يمكن يكون عندك توتر أو أجوبة عفوية متسرعة. يعني ارتحت عاطفيا بقى، بس بقى تراجع وطارد في برج الجدي بلش يعمل لك نوع من أنواع التعب لألك أكثر شيء، لأنه بالجدي طبعا كمان للجوزاء والعذراء، بس أنا بشوف أكثر شيء اللي متضايق هن مواليد برج الحمل، خاصة بالأمور العملية. مولود برج الثور، الحياة اليوم لقله أبهج وأجمل، يمكن لأنه في إيجابيات، ويمكن في حدة ذكاء عند مولود برج الثور، عم يعرف يتصرف وفق اللي عم بيصير حواليه، مهتم بمشاعره وعم بيشرح وجهة نظره بهدوء. عم تجمع هاي الفترات بقرارات حاسمة بين قصة عملية وبين قصة شخصية، عندك رغبة بأنك ترتب أمورك، والحياة عم تطلع من حالة تمني إلى حالة فعل. مولود برج الجوزاء، اليوم الأمور كمان جيدة، أنت تتولى القيادة بهي الأيام وهي الفترة جيدة، قراراتك حسنة، ترمم علاقاتك عموماً، كل ما يلزمك هو شوية صبر. هو على فكرة دائماً الجوزاء عنده مشكلة بحكاية الصبر، يعني دائماً قليل الصبر عموماً، لو كان صبور كانت أموره كتير أفضل، باعتباره من أزكى الأبراج وأكثرهم قدرة على الحديث، يعني قادر دائماً يشرح وجهة نظره بشكل واضح محدد ومفهوم. لذلك بس اصبرك شوي، خاصة الظروف مواتية اليوم للطلب والقبول، لا ترفض من يمد لك يد المساعدة. مولود برج السرطان، أنت اللي اليوم حاول تحترم خصمك ولا تقلل من قدراته، يوم شوي قلقان أو عم بتضايقك بعض التصرفات الصغيرة، أو محتاج تدقق تسأل عن التفاصيل بكل صغيرة وكبيرة. اليوم تغلب على الإحباط على كل الأحوال، وكل شيء ما حولك يفيدك على كل ما بيضرك، بس قل لنفسك أنا أعمل وسأتلقى نتائج إيجابية بالأيام اللي جاية. مولود برج العذراء، لا مو العذراء، نحن عند برج الأسد اللي اليوم عنده هيك أمور إيجابية، مع أنه شغله كتير وما فاضي يحك راسه. اليوم عم تقلق من أمور صحية، يمكن طبعاً عابرة على كل الأحوال،
برج الأسد أموره ضرورية اليوم، لازم ما تبعثر نشاطاتك، احذار من التسرع والانفعال. إذا بدك نصيحتي مولود برج الأسد، حمل الآخرين شوية هموم، حدد الضروري وأنجزه قبل نهاية هذا اليوم. اليوم يعني كأنك داخل ورشة إصلاح وتأهيل لبعض الأمور العملية. برج العذراء يوم حظه تقريباً لترتب أمورك مثل ما بدك، لتشرح وجهة نظرك، ليكون عندك علاقات أو سفر أو نوع من أنواع المشاريع الجديدة أو قصص العلاقة بازدهار وراحة. يعني اليوم مبادراتك إيجابية، يمكن في عندك حماسة من نوع جديد، ويمكن الأسوأ صار ورك. هي الفترات جيدة لك. الميزان الآن شوي مانو بأريح حالاته، اليوم متعب، يمكن يحمل لك نوع من أنواع القلق، تجنب العصبية وافتح صفحة جديدة. عم تفاجأ كأنه من تصرفات أصدقائك، تعاني من تشوش أفكار، ما بعرف اليوم في علاقات شخصية أو قرارات عملت لك بعض متعب. أنا بقول كل الكواكب بأماكن مؤيدة لك، وما تمر به هو مرحلة أو أزمة عابرة بتقدر إنك تنتبه لها وتمرقها بالكثير من اللطف. مولود برج العقرب عنده حركة، علاقات، تدرك أهمية محيطك الشخصي، عندك تفاؤل أو أمل أو رغبة بالإنجاز. ما تضيع وقتك بطرح الأسئلة، لأنه عم تبدأ يومك اليوم يخزي العيب بفرح تفاؤل، والحظوظ مساعدة بالنسبة لك وإيجابية، وممكن يكون العلاقة بتغييرات. طبعاً اليوم كأنه برج العقرب مشغول بأهل أصدقاء بعض الأسئلة اللي إن شاء الله يكون عم بيلاقي عليها إجابات. مولود القوس غالباً عم تناقش بعض الأمور المالية، والحياة حظوظك مساعدة لتحافظ على مالك على كل الأحوال. هلأ لازمك تنسيق بين ما هو ضروري فعلياً ولازمك بالصرف، وبين ما هو رفاهية ومو كتير ضروري عموماً. في عروض هاي الفترات لتحسن وضعك المالي، في هدوء أو استقرار، وربما القوس عم بيناقش عائدات لألو. على كل الأحوال خفف صرف لتكون أمورك أفضل بكتير. مولود برج الجدي، يعني وجود القمر ببرجك عم بيخلي عندك تغييرات، وأنت سعيد ابتداء من اليوم، عندك أحداث جيدة، محظوظ بمحبة الأصدقاء والشريك، مشغول بأمور عائلية أسرية، ويمكن عم تستعيد نشاطك وحيويتك. هذا طبيعي بوجود القمر ببرجك، الأجواء تعيدك بدعم كبير لصالحك، في شيء له علاقة بتحسن علاقاتك بالآخرين، حيوية أو محبة من الناس اللي حواليك. مولود برج الدلو اليوم ما تحكي كلمة هيك صريحة أكثر مما يجب، لأنه غالباً كلماتك جارحة. لا تفتح دفاتر الماضي وتتذكر المآسي، ردود فعلك أقسى مما يجب اليوم، ويمكن الواقع يخيب لك أملك اليوم مولود برج الدلو. هلا حساسيتك أكثر مما يجب وغير مبررة، وربما تشعر بالإحباط، وتشعر إنه في حواليك كلام يتداول حواليك بطريقة مغلوطة أو غير صحيحة. مولود برج الحوت اليوم للسعادة الحقيقية على الغالب، تدرك فوائد الابتسامة واللطف بالتعامل مع محيطك حواليك. الصراحة أشخاص متفائلين مرحين، ضجة وحركة وقدرة على الظهور، أنت نجم بمحيطك وأمورك جيدة. خليني عايد مولود اليوم، المولود اللي يعني حساس جدا، ثرثار جدا، طبعا مواليد 14، متزن، انيق، من الاشخاص اللي بقلبه على لسانه، ما عنده اسرار، ومن هنا تاتي اخطائه، لانه بيعرفوا الناس كلها نقاط قوته ونقاط ضعفه، وممكن يدخلوا له من نقاط ضعفه بيستغلوا طيبته. طبعا انت كثير طيب على كل الاحوال، منيح انك تنتبه لسمعتك الخارجية الأكثر مرحاً وسخرية، مرح، يحب الآخرين ويمتلك منهم الكثير. أنت تثبت وجودك وتشعر أنك مهم، عملك سيشهد الازدهار، وعندك سلطة للتحرك، أفراح أو هدوء أو استقرار. هي الأيام جيدة لمولود برج القوس، وعلى فكرة حتى بدايات العام القادم جيدة جداً. رسائلكم أكيد على 18:45 من أي موبايل داخل سوريا. ورولا بنت أماني، أمورك جيدة جدا يا رولا، لسه هلأ لبلشت بالنسبة لك، شو ما تعتبري الشهر هذا هلأ لبلشت. حسان طبعا جايكي 4-5 شهور للتغييرات وبامتياز. هلأ أصلا هي العام القادم للارتباط والمال،
أليس هذا جيدا يا أماني؟ مايا بنت سمية، يسعد أوقاتك يا مايا، سنة جيدة جدا لك رغم إنه هذا الشهر أنت متعبة ماليا، مانك كثير الأريح، بس كسنة سنة جيدة بالنسبة لك. هلا بس كرجت السنة وبلشت رح تشعري إنه أمورك رايحة باتجاه الأفضل، حظوظك بالمجمل مساعدة جدا. محمد شمسي، يسعد أوقاتك، إذا عم تسألني بس على هذا الشهر فهلا لبلش، فلكيا هلا لبلش، يعني لسه حتى عطارد عم بيتراجع، بس وجود الزهرة في برج العقرب عم بيخلي الأمور صار لها 4-5 أيام باشر التحسن يا محمد شمسي. طبعاً والأشهر القادمة 3 شهور اللي جايين أنا برأيي في تغييرات مفرحة بالنسبة لك وممكن تكون إيجابية. حسين ابن داليا من مواليد 2006، حظوظك مساعدة جداً يا حسين، إحدى الأعوام الأفضل بالنسبة لك، يمكن لأنه في تغيير وما فيه هذا الحساسية اللي أنت كتير بتتمتع فيها هاي السنة. لا، ممكن يكون لبداية جديدة عاطفية تعمل لك نوع من أنواع السعادة. سارة عم تسألني عن أمورها. سنت حظك يا سارة، مع أنه أنا ما بظن كتغيير قبل السادس السنة الجاي، بس بلشت الأمور تتحسن. حاجتك الصيفية السابقة سارة كانت كتير متعبة فعلياً. مصطفى، يسعد أوقاتك يا مصطفى، برج قوس، أمورك جيدة جداً يا مصطفى بثلاث أربع شهور القادمة، وأنا بشوفها للتغييرات وبامتياز طبعاً إذا أراد رب العالمين. هديل عم تقلي شو رأيك بالجوزاء والعذراء؟ إذا عم تسأليني كعلاقة زواج فأنا ما كتير بشوفها بعلاقة الزواج الأفضل، بدهم صيني داعم يا هديل، سنة ميلاد تكون داعمة ليشتركوا بالأشياء الأساسية اللي يكون فيها تفاهم. بس هو الجوزاء والعذراء الأصدقاء الأحلى، بيناتهم دائماً نقاشات، علاقات، تواصل، بيبدعوا مع بعضهم وبيعرفوا يتصرفوا هن اثنين، هن يعني محتالين، بيعرفوا يرتبوا أمورهم، يعني اثنيناتهم على كل الأحوال. منال عم تسألني مع فادي، يسعد أوقاتك، علاقة جيدة جداً جداً جداً، وداخلين على العام الأفضل يا منال، مع أنه أنا برأيي هو المبسوط أكثر، غالباً هو اللي عنده قصص عملية أو سفر ممكن تكون مفرحة لإلكم. يزن ابن باسمة، كأنه يسعد أوقاتك يا يزن، هالشهرين حلوين يا يزن، استفيد منهم، مع أنه أنا ما بعتبرك بالسنة الكتير الأريح، بس هالشهرين بالذات حلوين، استفيد منهم لأنه الأمور ضمن إطار الجيد. يبدك للصيف. عبد الكريم عم بيسألني عاطفياً وعملياً، أمورك جيدة يا عبد الكريم، هالشهرين ثلاثة حلوين، بس أنا برأيي ليس من تغيير حقيقي قبل الصيف. هالفترات شفت اللي عم يزرع بأرضه، هاي الفترات للزراعة، مثل كأنك عم تزرع شيء، عم بتقرر شيء، عم تدرس، داخل بداية عمل جديد عم تترتبه، يعني الحصاد رح يكون من السادس وما بعد يا عبد الكريم، أمورك جيدة جدا طبعا. محمد مواليده 2004، يسعد أوقاتك يا محمد، سنت حظك على صعيد الارتباط والمال، مانا كتير الأريح بالعمل، هي لأنه العمل مو من مقدمات اهتماماتك بال 2024، ال 2024 اهتماماتك الأساسية ارتباط ومال، يعني بتجينا سنة هيك سنة هيك، إن شاء الله موفقين يا رب ويجعل أيامكم كتير سعيدة. يسلم إيديك يا مدام، يلا هانت هانت لحتى نعرف منك مين المال مين المحظوظ. إن شاء الله يا رب. شكراً لك. الله يسعدكم يا رب. صباحكم خير. وصار الوقت لحتى ننتقل.